نحن نقارن عمر شكو الدولة دي مركا وغب الله نيدا إسلامي غا حكومة أو شام أردن إيا مصر بك غفصدي نمانكي دولة البيزنطية رومانسكي أردن كان باريغانا إيادة الدولة دي كسرة دمان تيتكو كالتغي غزوات كيوا وينايا قادسية إيا ناهوان دي وحلمة دي مركا يدعين إياك دمان تو الدولة دي كسرة والله قد تخلصي دولة دي انتها لك سقو مامولا يا عمر أيوح فري مجوستن يدد كان صبايا قال سوق بصدينا المدينة لكينين دبيت أنا الصحابة دا بربا قعد صدي إنه عد عد وهو قلاضة كاني وقلاو كاني وقلاو رق غاربو وهو قلاضة رق وحرو قلاضة وحكم دها مغيرة بن شعبة مغيرة وحو كان صدينا لدى أبو لؤلاء أبو لؤلاء المجوسي أبو لؤلاء نفر سمي قانا وبالدا وحلق الردقه سمي أبوها وحنو شقيني مركز أنه كان بعد دون وواها مغيرة بن شعب مغيرة بن شعب مالنتي هو فسيح جري وسو شقين جري أفر درهم لها سبو كيني جري ساسو هو شقين جري أخيرا وحقا عن صدينا عمر كتخلص سببت واحد دون طبعا نغطيه مدي لبا أفلام وطشة أيو سمايست دبيتنا صلاة صبح بصوة قالي عمر مركو الله أكبر يدي صلاة قالي أيو هل كان قرب كتاق أدنا وكفو تشي كليدو كقلي ويسو وريتشي صحابة دي كده ميساكو صوة قاغضي صدح يتبني مبودل خانيك ومدي دالة نحراع ومحي مساجد كفو تشريبا صدح يتبني تدبا قيريو دي لكن انت بدن علماء تاريخ مركه الله ورما يوحون بالله شيخاو دامير المؤمنين باغيريو دوتك كلا لما سو هذا القاضه لكن صدح هي تبن مو دول كدغي او تدبا كم دي داو عاصي ودمتي او كم دي هي عمر بن الخطاب النبي قلنا عليه الصلاه والسلام وحكوت المامية قفك ظلما لودلو انه من الشهداء كثير سي ودتك اخر احكام شهاده قادنا يي شهيد كاحكام تيسا لكن أدونك أولا ما يرى يدي لكن في يلو قدتك نيي وصلت قصة دي حالة باطن هذه هجرية دي دعضا أما عثمان عثمان نوحي نغانا يسنى اللي لي يساقه وقرقي سفردية وكتاب قرآن آخر سنة قولا دي دولة دي السلام كاكو كعدية كتمي مصر إميش أيمي إذا بتنين تولي شيء هذا ندب النقضي وراق عن صحاحين قول هدنا هوست كدرت وراق دي بين أبورك هيد قبطي إذا بيتنا دي بصوا نقضى يقو عريسا أخيرا والله وضا هدلا وضا هدى الكيو الله اسكبا ددو أيام دي حقا دمي كوحي ريسك حيثتو حقا دمي قرقي سوغا صدعين وحو أمري عثمان صحابة دينا عدين الدفاعين على دا طلاب قلوا قارين صحابة دا ميلاها شوكتي وهدى يوقع عن قادة بدن دعين لها لكن عمر وحو أمري عيد الدق عثمان وحامرة عيد الدق الله أنت أين نجري قف مسلم وأنا كسبب تيدا قدي منيا ما تجري بوي قرقي سنت حاجة دم أو صار دعين أي سقى القرآن آخرنا يوي ما دين استجرة ودي لي وأنا حرو النبي موسى عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيح كوي الله ما لمبو نبيه بحي لما تنبي موسى الأشعري بأو حديوان سوي سيستي وحادي ما أنت وين النبي قال لازمة سينا بأو غاحرم ساجد كيبو يمي والنبي يمي عليه الصلاة والسلام وحالي ريوو بحي حقوه كعي بير تاسبه ليري بيرو عريس بير باي هيد عريس تقوبا اكتيا داكو تالا بير تاعي الكيدو كعي باليري وكدب يمي وحانا مبيو دي نبي يو حاجة دي سيو حيسي سورنا ما استيد بيتنا وحانا دي ما أنت نبي كان بواب النغنية دات كان كعلينا يا وو دات كان وحي سوى قلان ونسو الدينية هل كيبو فرستي أبي بكر باو يمي نبي قوة تقي إلهي رسول كيسي أبي بكر باو شوغي ما سوى الدينية نبي قوة عال كان ير كابد دي سوين تو فرستو مرادة كورسو الله تيبو عقا كل الله دي عال سوى الكاس كفردية سوى الدابو ما أبي بكر باها جنن وقوب بشاري سوى الدابو نبي قوة عليه الصلاة والسلام أبي مسألة شعري أبي بكر وحقول بار نبي إلى هاي جنة نوك وبشاري سود أنا ولا يدي صقل وصقل
hoostan waxaan ka tabanayay buu yidhi walaalkiibuu ka yimi oo isagu weysada ku raagay buu ka soo horbaxay. Ilaayow maanta kii haddaad khayr la dabacda iga daba keen buu leeyahay abu muuse al-ash'ari, walaalkiisii uu ka yimi. Dabeetana meeshiiba haddana la garaacay buu yidhi waa aagay, waa cumar sug calaa rislik baan idhi aa nebiga kuu soo weydiiye. Nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam cumar baa jooga, jannana ugu bushaaray buu yidhi soo daana, waa la soo daayay. abu muuse wuxuu leeyahay sidii baan weli u leeyahay, ilaah walaalkay maanta haddaad khayr la dabacday uu isna yimaadaa. cusmaan baa haddana yimi buu yidhi. dabeetana sidii buu garaacay waxaan idhi ilaahay rasuulkiisa cusmaan baa jooga, soo daa buu yidhi, jannana ugu bushaaree calaa balwaa tusiibuhu buu nebigu ku yidhi, balaaye haleeli doontana u sheeg. labadii hore nebigu balaaye ma sheegin, laakiin isaga waqtigiisa inuu imtixaan la kulmi doono ayuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam. wuu soo daayo wuxuu yidhi nebi maxamed saasuu ku yidhi, alxamdu lilaahi buu yidhi jannadii loogu bushaareeyey. markii la yidhi balaayaa ku haleeli doonana wallaahu lmustacaan buu yidhi, ilaahay baan kaalmaystay. abibakar iyo cumar halkii ay nebigu fadhiyeen bay dhinacyada ka fadhiisteen, iyana sidii ay nebigu u fadhiyo kale u fadhiisteen. dabeetana cuhmaan baa soo galo meeshii buuxdo ka soo horjeedka, markaas buu isagu fadhiistay. sacid ibnu lmusayib oo raawiga xadiidka warinayaaba wuxuu leeyay waxaan ku awilay xabaashoodu inay saar noqonayso, saddexdoodana meel baa lagu wada xabaalay. cuhmaanna dee boosuma soo hadhina, isaga xabaalaa muslimiinta ayaa lagu xabaalay. yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay in uu janno gelayo masjidibana inay ku dhici doonto, horena wuxuu u sheegay inay shahiid noqon doonaan. oo wakii yidhi uxuday kuma saara ilaa sidiiq iyo nebi iyo laba shahiid mooyaane, waxaanay ahaayeen maxay cumar iyo cuhmaan bay ahaayeen. صلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.